ومحلوا بها سيئات وفعلوا بها الدرجات راس صدقة مقبولة تدفعوا البلاء في المقبولين في الصالحين. الله عمر صامكم والله يصلح أولادكم والله يصلح أحوالكم الله يصلح ولياتكم الله يسمع جماعتكم يجمع جماعة ديال الخير جماعة ديال الصالحين في قلب حاجين اللهم يعجل بقضايا يا رب اللي عنده واحد الحياة ما وعافية اللي ما عنده تجيب له واللي عنده تعطيه الإيمان يا رب اللي عنده أعطيه الإيمان واللي ما عندوش يا رب تحن عليه يا رب توسع عليه يا رب تكرمه يا رب تكون في حاله يا رب تكون في حولياته الله يفرج على مرضاتي الله يفرج على مرضاتي اللهم لا فرج إلا فرجه ففرج عنا كل شد وكربة يا من بديه مفاتيح الفرج واكفينا شر من يريد ضرنا وحدنا بعشين وجاني وباح وحاسد وادفعوا عنا بيدك القوري اللهم دافع عنا البلاء كل البلاء والبلاوات ارحم زمين السماوات الله يشفي بها الحسنات ارحم بها السيئات ارحم بها الوالدين ارحم بها المرضى والمحزونين انك على كل شيء قدير الله يغنم الجميع يا رب حتى الوليات لا يتعبوا ويشقوا الله يجعلهم صالحات مؤمنات الله يقوي بالهم الله يصلح وليداتهم على سيد هذا عطوا على الأمانة الله يخفف إن شاء الله الله يفرجه الله يفرج عليه الله الحاجة اللي هذا فيها مع الصالحين شبان وشيوخ وكهول وعلماء الصالحين والأولياء وأهل الخير وأهل الصلاح والفلاح كل شيء في هذا المجموعة في هذا النهار كل شيء هنا فيه في الخير في الصلاح في المؤمنين في الصالحين في كل خير الله يجعل لي وشي واحد الحاجه ديال ربي يقضيها يا ربي تحل المشاكل ديال المؤمنين يا ربي تشوف الدين المديانين يا ربي داك اللي ما عندهمش ومحتاجين يا ربي تكون معاهم يا ربي تعين مع الوليدات يا ربي تفرج عليهم يا ربي تكرمهم يا ربي ها جزاء الاحسان الى الاحسان الله يكرم الاحسان الله يكرم الخير الله يكرم الصلاح الله يكرم السخاء الله يفق عليهم الله يقوي إيمانهم والله يجد إيمانهم الله عمر رضامهم ويحلي كلامهم ويهزم
صالح استعمالنا. اللهم ارحم والدينا وارحم شيوخنا وارحم جيراننا وارحم اصهارنا احبابنا اللي ماتوا وادوا الفريض ديالهم. الله يحفظنا بهم المسلمين، الله يصلح حال الشباب، الله يصلح حال الوليدات اللي يقراوا، الله يفتح عليهم واللي يخدموا الله يعاونهم، اللي ما عندهمش الله يجيب لهم، الله يغني من الجميع، الله يربح الجميع من ابي الشافعي. انا دعيت لهم قبيله، الله يصلح قلوبنا، الله يصلح حالنا. وسي قايد طلبة الملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.